خير شباب، هذا الفيديو يخص فقرة سؤال وجواب، الحلقة رقم 14، جواب آخر منشورين لليوتيوب. المنشور الأول، هذا التعليق الأول يقول: وين البلبل السوري؟ زوجه عن إثيوبيا العراقية. البلبل السوري قديم أخي، يعني هذا يمكن العام لو أول العام جبنا وجبة، وتزاوج البلبل السوري مع البلبل العراقي ما بيفايدة، يعني يطلع الإنتاج مو فشي حلو. حط بلابل وطيور حب في غرفة كبيرة، البلابل يعشش في غرفة، بالتأكيد يعشش، لكن أن تختار غرفة بها فد شباك كبير حتى يكون له نافذة على البرية، يعني الطيور حتى مو تكون بمكان مغلق وكل شي ما تدري بالبرة، وحتى الإنارة هم لا تستعمل، خلي الإنارة طبيعية، يعني على الشباك اعتمد أكيد راح ينتجن، وحتى عندك بالشتاء راح ينتجن. عندي بلبل عمره شهر ونص، أعطيه فواكه، أعطيه مي، اليوم صار الخروج أبيض يعني سهال أوخر عن المي. المفروض ما تطي مي بالبداية، يعني شهر ونص قليل، هذا انطي المي بفترات، يعني الصبح الظهر والعصر تخليه المي شوية تشوفه يشرب، شيل المي من يمه، لا تخليه يظل يمه، لأن هذني الطيور ما تعرف كفايتها من المي، يظل يشرب وراح يصير إسهال. وثانيا أنت قاعد تعطي فواكه، والفواكه 70% مي، يعني ما يحتاج ذاك المي الهواي. الزوج بلابل عمرهن شهر ونص، قامن يتعاركن، عزلت من عزلت ما خلي واحد يشوف الثاني، ومن قص الجناح قد يطلع. الافضل هو طبعا تعزلهن صحيح، وقص الجناح يحتاج 4 اشهر حتى يطلع، يعني ويا الصبغ مالته، هذا الريش الاملح حيوقع بعمر 4 اشهر راح يتمم، او 6 اشهر يتمم جسمه كله يصبغ. بلبل عمره 5 سنين، الي فول ببغاء مالي عض الرجل، البلبل من رجله وهو هسه ما يقدر يدوس عليها، اذا ماكو كسر ولا جرح ماكو مشكله، ياخذ له فتره ويرجع، هذا مجرد من الخوف رافع رجله، بس اذا كسر الافضل ان توديه البيطري حتى يحدد مكان الاصابه ويجبرها لك. لا تخرب قناتك بمنشورات عن طيور الحب وعن الحمام من البصره. صديقي وعزيزي، هي الحياة كلها عبارة عن أذواق، يعني أنت تحب البلابل غيرك ما يحب البلابل، يحب طيور الحب، أو غيرك يحب الحمام. احنا لازم ننوع، القناة عبرت 100 وهذا 100,000 مشترك، واحنا كان هذا وعدنا ويا أصدقائنا أن ندخل أنواع طيور جديدة، فلازم ننوع حتى نشمل الكل. الكناري احنا ما نربي، كل جنات البلابل ما يربون الكناري، لان البلبل يبوق من الكناري فيخرب صوته. كيفية ترويض البلبل الصغير الوحشي؟ ما يحتاج ترويض البلبل الوحشي، خصوصا بهالوقت هسه الجو حار ما يتحمل. ثاني شيء، هو البلبل الصغير الوحشي من وحده يتروض، مجرد ان تخليه بمكان ثابت وقفص ثابت، لا تمد ايدك عليه، الطير خلال شهر او شهر ونص راح يتروض ويصير عندك احسن من الاليف. عندي عش بلابل بأفراخ 3، وصار 3 أيام عمرهم، يصير آخذهن، ومع العلم أنا أقدر أعيشن. ما تقدر تعيشن 3 أيام، لأن الصغيرات يحتاجن مواد الأم حصرا، عد الأم عدهن تعطيهم من هاي المواد، تكون هاي مضادات حيوية حتى تقوي مناعتهن، فعمر 7 أيام أو 10 أيام تقدر تأخذهن. بلبل صابغ نص يزاوج؟ لا، بلابل من أخلي علي ما حسب وزنهن. زوج عندي من 2014، هسه بس من يوقف النخفاف حيل، شنو السبب؟ التغذية ماتي هو البلبل، هيك من يوقف على اليد ما تحس بوزنه، مع العلم انه نشاطهم وتغريدهم ما بيشي، وحتى يبيضا. صديقي، هو بلبل يعني هو عصفور، هو حجمه يعني مدى يتجاوز طولك يعني 10 سنتيم او 9 سنتيم، فوزنه اصلا يعني يطلع 100 غرام او 75 غرام، يعني اكيد ما بيوزن هو، ولا مو الدجاج حتى تحس بوزنه. وزين انت ما دام تقول جاي بيضا وغردا ونشاطا، يعني ما بيهن شي الطيور. عندي زوج انتجن افراخ فشلتهم من عدهن عمر 10 ايام، يعني ريشن كامل بس ما ياكلن من ايدي، مستغربات شنو الحل؟ ما ارد اجوحن. شو تجوحن اخي؟ هو 10 ايام عمره، هذا شلون ما ياكل؟ راح ياكل، بس اعطيه مجال شوية، ابعدهن عن امهاتهن، لا تخليهن يشوفن امهن ولا يسمع عنهن، هسه بس يجوعن راح يفتحن حلقن. ان شاء الله ننزل بالايام الجايه. المينا يا اخي احنا بعد مره بيها، لان المينا مزعجه، توسخ هواي، تنقل امراض هواي، فما نقدر نجيبها لان نخاف على طيورنا. عندي بلابل جواهن افراخ عمرها 11 يوم، اقدر اخلي تمر الاميات على مودي وكلنا وشو كذا اسحب منهم. وعندي زوج الاخ النفية نامت بالعش 2 اسبوع وما بيضت، ومن عزلتها من الفحل ثاني يوم بيضت، مع العلم صار لهم 7 اشهر سوء بالقفص، من عزلتها من اخلي المقابيل الاخ النثي تزاوف قياسات القفص.
اخي العزيز بالنسبه للتمر شويه انتظر، لان انا جربته شويه يخلي يسوي سوء هضم لان بعدهم ذني صغار. اما الزوج الثاني يا اخي هن يعني اسبوعين ليش ما صبرت عليهن؟ احنا المشكله هسه كلها بالتكاثر، المربي مدى يصبر يعني مدى ينطي مجال للطيور، يريد يخليهن اليوم ثاني يوم يبيضا او بعد اسبوع او بعد اسبوعين. انا مالاتي يعني 4 أشهر انا انتظرهن يلا بيضا وانتجا، وبعدين جت البزونه خربت لنا شغلنا كله. وللعلم ليها سما شايل انه تاركهن، انا ما عندي مشكله بيهن، لان انا يعني اذا انتجا واذا ما انتجا ماكو فائده، يعني انه ما منتظر من عندهن شيء ذاك الشيء القوي، لان هن طفره ومنتظر على اساس ينتجن طفره، فما عندي مشكله بيهن. انتم هم نفس الحاله، يعني اذا انتجا عندك بسرعه واذا انتجا متاخرا ايش راح يصير عندك؟ يعني اسبوعين ليش حرامات؟ هسه عزلتها طبعا البيضه ما ملقحه، لان انت من عزلت هي بيضت المفروض تتلقح قبل يوم. ف ومها وللعلم ما يصير تشوفن زوج ثاني، اي زوج بلا بالخطا تشوفن طيور ثانيه. رجع الفحل وياهن وثبت القفص ان شاء الله حتى يتكاثرن من جديد، يعني ينتجن من جديد. بلبل مخرج بس من كبر قام ما يغرد، تغريده قليل وناس شلون احفزه. هذا شيء غريزي، التغريد كثرة التغريد هاي حدية وراثية هاي عن الأميات. اكو طيور حادة واكو طيور طافية او تغريدها قليل، فهذا الشيء هو يعني غريزي. بس تقدر تجرب تعطي ورق فجل او ورق الجرجير، هو راح شوية يحفزه اكثر، يعني يزيد نسبة التغريد مالته. هذا كأليف طبعا دا احكي لك. فرق حمام من يدخل على الحمام الاكبر من يدخل ينقرن به، هذا الشيء طبيعي. الحمام اي حمام من يجي حمام الى جديد ينقره ويعارك وياه. بلبل شبيرا نطيه فواكه وتم المستوي خبز منقع بالمي وتمر كل يوم هي نفس الاكل بس اغير فاكهة. ينطي البلبل اكل، ارجوك مساعدة اسوي لي جدول مع الطعام. ان شاء الله راح ينزل فيديو بهذا الخصوص جدول غذائي للبلابل وتم لتطيه ولا الخبز. عندي بلبل طور طيحته بالزونة وقام يخاف وكان ليل نهار يغرد وهسه ما يغرد هواي، شلون رجع مثل قبل؟ المهم بس غير مكانه وغير قفصه راح يرجع كل شيء لسوي له. الطور بتهوفن راح اجمع فيديوهاته واخرج البلبل عليه، وبتهوفن جد لسان عنده، قصيت جناح البلبل 5 ريشات والجناح الثاني 5 وبعده يطير عالي. زيد القص خليه 6 بـ6 هاي وحدة. وبالنسبة لبيتهوفن اكو مقطع انا مسويه خاص للتخريج، بس مكتوب مقطع خاص للتخريج الافراخ الطور العلوازي بيتهوفن، راح تلقى هذا المقطع جاهز بيه تقريبا 12 لسان او 11 لسان بي. بلبل عين مفتوحة والثانية مغمضة، احتمال يعني مكانه بارد ماكو مشكلة، اذا اكله ونشاطه طبيعي ماكو اي مشكلة. عندي بلبل اليف ودا علمه على طق الجناح بس ما يطق جناح، ايش قد علمته وما يطق؟ ممكن تنزل فيديو ثاني عن تعليم البلبل عن طق الجناح. اخي العزيز بالنسبه لطق الجناح غريزه فطريه كل الطيور بيها، بس تعتمد على الوراثه. اكو بلابل تطق جناح هواي، واكو بلابل تطق جناح قليل، واكو بلابل الا شوف بلبل ثاني يلا يطق جناح. بس بالنسبه لك انت شنو يعني البلبل اللي عندك صغير او كبير؟ اذا صغير هذا بعد مو هسه يطق جناح الا يحيل، اما اذا كبير فهذا هو هيش طبيعته بارد الطير ما يطق جناح هواي. ايش تنصح بالبيض المسلوق للبلابل الكبار؟ يعني زين يتقدم يوميه وشنو الفوائد؟ طبعا فوائده هوايه، واهم شيء هو عنصر الكالسيوم اللي بيه، بس مو يوميه تقدمه، قدمه مرتين بالاسبوع مو اكثر. عندي نثي اللي فيها صدفه اخويا شالحها ومعقمها بخلط تفاح مخففة بالمي ومن النص صاير بيها دم وجراحة وما قايمة تدوس عليها بس قليل. 100% قبل ما تستوي او قبل ما تجهز انتو شلعتوها راح ياخذ له فترة، بس اهم شي ما ينزف الطير فترة وراح يبس ويرجع طبيعي، بس لا تحركوها تركوه بمكانه خليه يطيب اسرع ان شاء الله. اريد النغمة مال نوكيا، هو بس تكتب بلابل علاوي بلبل نوكيا راح يطلع لك هو البلبل اللي يردد نغمة نوكيا، واسحبه وسمع لي على الطير مالتك. بس عندي سؤال، الاحسن القفص الحديد او الخشب؟ الافضل هو طبعا الخشب، صحيح الحديد حلو وانظف بس الخشب افضل. الخشب بالشتاء ادفى وبالصيف ابرد شوية، الحديد هنا جاي يتأثر بالجو ويأذي الطير حتى يأذي الريش مرات. عندي بلبل عمره سنة شو طلع براسه ريش اصفر وحده، شنو مريض واني ابد ما هالس ريشه؟ ماكو مشكله هاي وراثيا يجوز امهات بيهن هيك شامه فطلع له هو.
كلش قد ابدل البيض السلق للفرخات. بيض السلق اذا باقي بالقفص يتلف هذا فيوم بيومه لازم، اما اذا تريد خليه بالثلاجة وطيه النص بيضة او ربع بيضة يخلصنها، وثاني يوم طلع النص الباقي. شلون اعرف البلبل طفرة من اللون؟ اخي لونه راح يبين عندك. شلون اخلي البلبل يعارك ويا اليد؟ هذا الشيء فطري. اكو بلابل هي بالفطرة تصير بها حدية تعارك، واكو بلابل لا ما بها هذا الشيء، فهذا الشيء فطري مو انت تتحكم به. البلبل مالتي كبير، رجله متقرحة. ارسل لي بس صورة على البيج، تدخل على اخر منشور ودي تعليق وطق لنا صورة لها حتى اعرف شنو المشكلة مالتها. عندي بلبل عمره تقريبا 3 اشهر بعد ما مكمل صبغ وجاي يغرد، يعني تغريدة هواي، وانا حاطين بلبل وحشي صار له سنة بالقفص، وكل فترة من التليفون تغريد. هذا الشيء عادي؟ لا يعني اكو بلبل يبدي يغرد، اكو بلبل يغرد بعمر شهر ونص، واكو شهرين. هذا فشي وراثي، يطلع بلبل حاد، يعني فشي حلو مرتب. عندي بلبل عمره سنة تقريبا، عادي اشغل بنكة عليه بالغرفة وماكو مشكلة. البنكة مو فد مشكلة، بس مبردة وسبلت لا خطأ. الجنح مالته يتكسر ما يقدر يطير. اخذي له صورة للطير ودزيها على الصفحة مالتنا على اخر منشور حتى نشوف شنو المشكلة مالته. الافراخ اللي نزلتها من سطح امهاتهن، والله الطيور بعدها موجودات، بس جاي انتظر شوية يكبرن حتى من اصورهن يصير اكو فرق. وامهاتهن ذاك اليوم شمرن البيضات، لان البيضات خربانات بسبب البزون، ليه هسه ما سوينا حل البزون، هي جاي تأثر على الانتاج مالتهن. كان عندي فرخ عيون ومت ومات، ما افتهمتك علي محمد، ارجو التوضيح. عندي زوج بلابل انثي وفحل، بيضا الفحل يتعارك ويا النثي عركة قوية، عزلتهم كثر اسبوع نفس الحالة، عزلتهم بعد مدة 10 أيام نفس الحالة. هذا الطيور بعد ما يتراهمن، يعني تنافرة نحن نسميهن. شوف انت بدل لو الفحل لو النثي، شوف ياهو الطير الزين بقي لك والثاني بدل، اذا تنافرة بعد ما بيها مجال. مينا ذيلها متقصف، مع العلم اني مهتم بقفصها وبنظافتها، تسبح كل يومية بكت تعطيني حل. هو السبح اليومية هذا غلط، هذا هو اللي يوسخ الريش. كل ما سبحت يومية كل ما الدهن او المادة الزيتية اللي بالريش قامت توقع، هي هاي المادة اللي تحفظ ريش الطيور. خليها مرة بالاسبوع تسبح او مرتين مو اكثر، واكيد راح تتنظف. فجأة ما يوقف على رجله، شو اسوي له؟ عمره 40 يوم، اكيد بسبب البلت. اقطع البلت عنه، انطيه بس فواكه وراح يرجع يوقف. لا هو هسه باليوم انا راح انزل منشورين فقره سؤال وجواب، منشور يخص اليوتيوب ومنشور يخص الفيس، ويا ريت انتم تطلعون على المنشورين حتى لو انت ما معلق، هم شوف المنشورات هم تستفاد من الاسئله، يجوز اكو سؤال نفس السؤال اللي انت تريد تطرحه. عندي بلابل متزوجات ولما نعش، بس النثيه ما تبيض بالعش، شنو السبب؟ والمحميه بيها اثنين عش، ارجو الرد. ممكن تقلي صورة للقفص او تتأكد انه انت ماكو ابو بريص او ماكو بزون، وتقلي صورة للقفص خلي نشوف ايش قد الحجم مالته، ايش قد الترتيبات مالته. اريد اخرجه، بس عندي بلبل كبير يصيح ويصوفر، اقدر اخرج اثنيناته؟ لا، الكبير راح يأثر على الصغير، والصغير راح يصير نسخة من هذا الكبير. تخلص من الكبير افضل لك، وخرج الصغير على راحتك. حلوة من الخلطة السحرية مالت البلت والمي والبلبل خنشر مو احيا اخي، احنا حذرنا قلنا البلت خطأ تقديمه بشهر السادس والسابع والثامن، البلت حار وموكل زنبور، هذا هم مو خوش سالفة. الزنبور يحتوي على مادة سمية ايضا، احتمال هي سبب خنشر الطير. صور لك البلبل حتى تحدد لي الجنس، راسلتك كم مرة وقلت لي مو واضح صورة. شلون هسه انت هاي الصورة اللي خالها هسه هاي مال الغلاف مال القناة مالتك، نفس الصورة اخذ للطير اللي يمك وتزليها على المنشور الاخير بالفيس حتى اشوف الكيان. عندي بلابل اثنين تغريد من الموشي، لان اي سمعة من بلابل عمره سنة يليف تغريدة موشي، شلون اخليهن يغردن من الموبايل؟ واني ما اقدر اطلع العمره سنه البيت اني سمعه منه، وانا اريد غيره تغريدهن من عندي لانهن احد يسمع الثاني. ماكو فايده، عباس الملكي راح يتعلم من هذا البلبل اللي موجود بالبيت فقط، لو سمعهم منه الباجر هم نفس الحاله. ما دام هذا البلبل اللي يمك بالبيت ده يقرا غلط وصوته مو حلو وسهل، هن يتشلبن بهذا التغريد ويعوفن التغريد الحلو، لان ذاك شويه صعب عليهن، لازم تتخلص من هذا البلبل.
عندي بلبل بتمزق بالعظم، خذيته البيطري انطاني علاج، بس شنو شني امتنع عن شي ما انطي له؟ بس لا تعطي برتقال، هو البرتقال اساس الاذية للبلابل فقط. شباب هذا المنشور الاول، فقرة السؤال وجواب لتركيا، نجاوب هذا المنشور عندي ولبل كبير اعطي فواكه تم المستوي، تم الجواب هذا عليه، هذا هم تم الجواب، هذا هم تم الجواب. بلبل نثية مالتنا دا تنقر بريش وشلعت هواي وذيلها انشلع وصارت وحشية عمرها 3 سنين. هاي النثية تريد تبيض، تريد عش إلها، حطوا لها عش وحطوا لها ثيل يابس أو ليف حتى تجمع بيه وتقعد. إذا ما تخلوا لها راح تظل تشلع بريشها، لأن تريد تبيض هاي تريد عش، وحتى الوحشية مالتها بسبب هذا الشيء، لأن كل ما تشلع الريش كل ما تتأذى الطيرة. خلطة سحاق قمت بها بلت، عندي بلبل عمره 3 أشهر خو ما عليه شيء. لا خطأ، لا تطي البلت مو زين، احنا قطعنا البلت السادس والسابع والثامن قطعنا البلت. عندي مخاليف قريب منهن كتاكيد دجاج، يعني وصوصا هم راح ياخذن المخاليف صافورة لو لا؟ اكيد راح ياخذن وراح يتعلمن، لان هذا الكتكوت يظل يردد على المخلف، المخلف راح يضطر ياخذ من عنده. عادي صدر مال دجاج ما افتهمتك، وضح شو وقت تجيب الليفات ان شاء الله؟ موجود، تدخل هسه تبي اليوتيوب بس تكتب بلابل علاوي طريقة قص الجناح لغرض التدريب راح يطلع لك الفيديو. شلون اخلص من النمل جاي على البلبل وغير البيض؟ شنو اوكله؟ هو بعد صغير انا اوكله شلون؟ اذا جبت فواكه اقطع حيل صغير واني اوكله قفص حديد عادي لو اجيب له خشب؟ اعتني بنظافة القفص اولا، والفواكه لا تشلي بيها دائما بالقفص وتخلين القفص يتوسخ ويدبقها، وهذا ديلم النمل. اما البيض وشنو المشكلة مع البيض؟ ليش يعني غير البيض؟ بيض بس البياض، البيض تنطي من عنده، والفواكه الفواكه تنويع قطعيه الناعم. دود القباب يضطر من اقدم البلبل اذا وحدة الباقي راح يبقى بالكيس ويخيس، واذا اخليه بالطاسة هم يخيس، شلون احافظ عليه؟ خليه بس بالثلاجة كل شي ما عليه ما يخرب. عندي مخاليف جاي صبغن واخرج بيهن، وبنفس القفص مخلي افراخ بالقفص خافي حفظا النويس مال الافراخ لو عادي، ومخلي بلبل طور بس ما خالهن جواهن بينات مترين. اتمنى ترد. لا لا ما ياخذ، لا تخاف، ما دام اكو بلبل طور قوي والمخلف ما ياخذ صوت النويس مال الافراخ، لان هو بداخله هذا الصوت، هذا الصوت يروح من عنده ويا الكبر. اذا صبغ البلبل هم ياثر عليه بشي، واذا ممكن قد يكون عمر البلبل جاهز للتزاوج. افراخ هذا الموسم كل الموسم الاخ يجهزن، يعني عمر 8 أشهر او 7 أشهر. فرخ حمامة ادخل، تم الجواب. حسنين قفاصتك موجودة والبلابل موجودة، بس المشكلة عندنا بالسائق. انا اشوفه سالفة السائق تعبانة، يعني تقدر انت تجي بسيارة على حسابك، هم ما راح ياخذ يمكن 40، هو ده يريد 40,000 هذا السائق، فانت تجي على السيارة على حسابك وترجع بها على حسابك تتراهم وياه احسن لك. عندي 3 قصة واحدة البيع، مخلف عمره 1 شهر، يصير انطي صدر دجاج مرتين بالاسبوع لو مرة، طي مرتين او 3 او اكثر ماكو مشكلة، بس قطع ناعم ويكون صدر دجاج ني مو مستوي. بعدهم ياكلون باليد، يلا شلون النظام الغذائي؟ ادخل هو باليوتيوب بس بلابل علاوي او تربية الافراخ بالتفصيل، كل شيء تريدوه هناك موجود. عندي بلبل عمره 1 شهر، وبهذا الجو شنو احسن اكل الى ان جاي انطيه؟ خيار، عنب، صمون، منقع، بعد شنو؟ هو الفواكه استمر عليهن، والصمون قل من عنده مو هواي، امشي الفواكه يحتاج الفواكه على مود الفيتامينات وعلى مود البرودة. والله يا اخي البصرة، احنا سواق البصرة تعبونا كلش، احنا اخر سائق هذا، يمكن هسه معاملنا يعرفوه هذا علاوة بجارجر، 150,000 ظلت ببطنه مال البلبل وقلب بيهن. كمل انصبغ راسهن ريش جوزي، ما اعرف، ممكن صورة وديها على الصفحة مالتنا حل نشوف شنو المشكلة. اشتريت بلبل مخلف من اجي ام، يخاف ليش؟ للعلم هو مخرج جوا طور، اقص جناحه؟ لا اترك كل شيء اسوي له، بس ثبت مكانه، هو راح شوي شوي يركض. قد يبقى البيض السلقة طيل البلبل وبدله، تم الجواب.
موجودة تتصل وتدلل. عندي بلبل نثية بيضة 3 بيضات، ثاني يوم لقيت بيضة مختفية، هذا اكو ابو بريصو ياكل البيض مالتن، تابع المكان مالتن. تم الجواب. كل الافراخ هيجي من يجوعن يهوسن يصيحن حتى نعطيهن اكل، ومن يشبعن ينامن، ماكو مشكلة. تقدر تخليهن بداخل البيت بغرفة بعيدة، ودائما شغلهن الموبايل بأصوات بلابل، راح ياخذن صوت البلابل ما راح ياخذن الصفير. زوج بلابل نثية وفحل بعد ما يبيضن الفحل يتعارك ويا النثية. تم الجواب يوسف. ممتاز القبابي الطري، احنا ربينا الافراخ مالتنا، الانتاج مالتنا على القبابي الطري، ممتاز. اكيد يتخرجن، هن ذني بيهن لساناتك وبيهن كبار وكبيهن ما بيهن كله يتخرج. هذا شوية الوحش يكون اذكى من الاليف. تقديم صدر الدجاج والافراخ بعمر 12 يوم مكعبات صغيرة وشرائح، ماكو شي ترى، يعني ما يراد هالشرح، هاي هو قطعة صغيرة ونطيه اياه. وش قد مثل تطي مرتين ثلاثة اربعة بالاسبوع، ماكو اي مشكلة، كل ما تطي اكثر كل ما افضل، لان هو بروتين نقي هذا مثل الحشرات. فحل ونثية صير ازاوجهن، ماكو مشكلة عادي الزوجن اذا متأكد منها النثية وفحل. جواب هاي جواب تعليقات اخر منشورين تدللون.